الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزجالي يقول إن السلطنة ستواصل الاستثمار في تعزيز وتنويع اقتصادها على الرغم من تضرر المالية جراء هبوط أسعار النفط. تشير آخر الرصدات إلى احتمالية تطور المنخفض الجوي المتمركز جنوب بحر العرب إلى منخفض مداري خلال 24 ساعة المقبلة دون وجود تأثيرات مباشرة على السلطنة خلال 48 ساعة المقبلة. كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن أن الطائرات الحربية التركية قصفت مرتين قوات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، مضيفا بقوله: لن نترك مصير حدودنا في أيدي أي دولة أخرى. أعلن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توجيه الدعوة إلى أبرز الرياضيين من اللاجئين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في ريو دي جانيرو 2016.